How could this happen to me? You are the reason. You are the reason. أخي تجربة زرفي. يلا سلمان يلا. يلا. There's democracy. ما في. قل. Just to highlight that democracy is overrated. خيال. خيال. الله الله. Not trolling يا زريب. We are living in freedom country. I can say you can't play DC. برا. لي رانك مبي فليكس لا استسين ما أبغى خاطر لا أريد أن أخاطر المعلومية يا أخواني الزريبة هذا هو الإديتر إيش الشامبيون هذا What the fuck You will not play with Yep. Challenge me, old man. داخل تلعب مع تيوان زر. زريب يجلس لي في السايد لين ياخذ الجنجل حق كل الناس المينيونز حقتنا كلها هو يلعب جنجل روح العب جنجل زي الناس هيك الريبورت يو ترول الفيديو زي ما هو كده يروح لرايت I don't care whether you are my editor ولا لا doesn't matter easy easy قلت لي جنجل طيب ايش هذا نبغى من ده بعدين نبغى ده اه this is one اصلا ممكن ناخذ دم No. بعدين يقولوا لي ليه ما تاخذني؟ وي 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 اوه ايش تبغى نلعب؟ نلعب كيت لسه جيم استفتاح برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش اللينك موجود تحت في الديسكريبشن إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط أقصد ويب ولا إيه؟ لا أنا أولد سكول أصلا يا سايكو لما بديت يعني الجامعة في سنة 2000 ما كان في الفوكس اللي أنت شايفه دحين هذا يعني. كان شغل أنا 3-4 وكور يعني باكن جافا دوت نت سيرفيسز ويب سيرفيسز سوب سيرفيسز اي اس بي بعدين مايكرو سيرفيسز انا اخر مره كتبت كود كان من 9 سنين يمكن يعني عندي يعني فريق العمل يشتغل كله the new NFT I don't consider it يعني I know it's very trendy بس NFTs did not have any practical value other than some of the NFTs that did يعني دا يعني شو اسمه Daxon, but AI does have any practical values. It's a bit overrated. In some cases, yes. In some cases, I disagree. And the fact that you can replace full jobs with it does not make it up. But yes, aside from what you see online or Karam Fadi with the AI or هذا, literally it replaced good amount of jobs. أنا مثلاً co-pilots coding has reduced our development staffing by 20-ish%. Yeah. And it's worth all the effort. تشترك ب $9 لكل الموظفين وتوفر لك 5-7 موظفين to reach the same objective. Is that overrated? I disagree. It's pretty valuable. My biggest problem right now with AI, أنا personally, is كل الإيميل صارت lifeless. I know a lot of people شغل لي chat GPT قدامه كل ما يرسلها بعد ما يحطها هناك. اللانجوج حقته هو كانت زبالة. كان سبحان الله ما يعرف يكتب ولا كلمة. صارت اللانجوج يعني extremely professional. هي ما هي professional really. يا garbage language هو يحسب انها professional yeah it's a waste of time waste of effort waste of space waste of his time and our time and... وما هو يعني اتكلم معه انا على ذلك يقول له يا اخي you are wasting it بالعكس be sincere اي ايش فيه lovely be yourself احسن it's good to learn and to add value but it's not good to replace your whole shit with this الكلمات اللي بيختاروها يحسب نفسه صار فاهم وهو مو فاهم زبال قربها خلينا استنى Are you dying? Yalla, quit. What are you aiming at? الله اني احاول انا زيهم. لا كان ضربتين خلصنا. Okay. Died. I left, of course. Find the damage. You stupid. Yeah.
هذا ما ادري ايش بيسوي والله خوي اظنه مسكين برونز ولا حاجه لسه جديد على بيه بيفكر بيحاول يفكر نطمع والله الله هنا 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 او ثاني كمان نعم قرداي انه المدي شفت نازل انت هذا يستاهل يستاهل اشكر الله الله هذا فك ما يدوي ما تفكر ما كان عندي انا سويت كل شيء غلط اصلا ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا اسف انا اسف اني جالسين نلعب جيم بالمرض انا ماني جايب احد بعد جابنا؟ يلا خليه يجيبنا ايش ذنبي انا؟ لكن بالعنى ما لو اديتني فيو ما ما ايش يبغى ده يبغى يموت عور عور والله ايوه ناسك اللي بنفسك عور طيب لا والله بس عنده كراك فين بوتاتي والله بوتات عنده 6 كلز في الميد اصلا جبته ما يرحم زين how is everything good I don't know yeah, I'm just gonna have fun I rarely get games كده اصلا انا مستغرب فرض انت جاي يعني تحسن المستوى اللي بمار اعلى في السلندر دي weird من زمان ما شفت جيم زي كده صراحة بيعوضوا للجيم اللي فات عشان يمكن على الليفرز كيو أنا الجيم اللي فات جاني دي سي كل ساعة فرجعوني حطوني في الكيو الزفت هذا فشكلهم هذول كلهم بتاع الكيو داين الله أعلم Iron 3 إيه كده makes no sense ما قد شفت جيم زي كده من زمان لما جاء معايا يونس وجاء معايا الايرون العيال ما جابوا لي جيم زي كده